محلب يزور المنيا وقنا لتفقد مشروع المليون فدان، ويؤكد أن الحكومة سترفع تقريرا للرئيس عن الإنجازات في المشروع. قوات هادي تواصل زحفها نحو صنعاء وتسيطر على مناطق في إب، وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية في اليمن. بعد إقرار البرلمان العراقي لخططه للإصلاح، العبادي يقول إنه سيمضي قدما في محاربة الفساد مستندا إلى الشعب. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أراضي مشروع المليون فدان في محافظتي المنيا وقنا، واطلع على خرائط الأراضي المتوقع أن تدخل ضمن هذا المشروع. وفي المنيا استمع محلب لشرح عن الآبار الاستكشافية التي تم حفرها في منطقة غرب المنيا، وشدد على سرعة إجراء مسح المنطقة. وعقب انتهاء جولته في المنيا، قام رئيس الوزراء بزيارة إلى قنا، حيث تفقد مشروع استصلاح الأراضي الصحراوية غرب المرجدة بمركز الوقف، والذي يهدف إلى استصلاح 12500 فدان. وأكد محلب أن الحكومة سترفع تقريرا للرئيس عن المشروع. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية. سيادة الوزير، يعني أهم المشروعات التي تم تفقدها خلال الجولة، جولة رئيس الوزراء في المنيا وقنا. حقيقة النهاردة بدأت الجولة في محافظة المنيا، بالتحديد في منطقة غرب المنيا، المياه الجوفية لمساحة كبيرة من الأراضي، يعني تتجاوز يمكن نصف مليون فدان في هذه المنطقة صالحة للزراعة، وفي نفس الوقت إمكانيات المياه الجوفية فيها كويسة. فالحقيقة خدنا الجولة بالطائرة مروحية النهاردة، يمكن لأول مرة بننزل لهذا المكان وبنشوفه منطقة من ناحية ربطها بشبكة المناطق العمرية المجاورة، شبكة الطرق، أي تعديات موجودة على الطبيعة. فيمكن حقيقة المعاينة الميدانية النهاردة كشفت لنا كثير من المعلومات، ده بالنسبة لمحافظة المنيا. انتقلنا أيضا من الطائرة بعديها إلى قنا، واستقلنا طائرة مروحية لمعاينة مشروع المرجدة. يوجد في المشروع 12000 فدان مياه من ناحية النيل لأول مرة لهذا المشروع، بالإضافة ل 38000 فدان في هذه المنطقة. تم عمل جولة برضو بالطائرة وشفنا حقيقة المكان واعد جدا للاستثمار، وقريب جدا من مدينة إنا. فإن شاء الله يعني يمكن هترتب على هذا الموضوع، بناخد قرارات سريعة في التحرك فورا للبدء في حفر عدد من الآبار في هذه المناطق. أشكرك دكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية. تنتهي غدا المهلة التي حددتها اللجنة الوطنية الفنية لسد النهضة الإثيوبي لتلقي العرض الفني المعدل من المكتبين الاستشاريين الدوليين بخصوص السد. ومن المقرر أن تتسلم مصر والسودان وأثيوبيا خلال الأيام المقبلة العرض الفني الاستشاري طبقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء الري والمياه بالدول الثلاث، تمهيدا لعقد أبابا قبل نهاية أغسطس الجاري. التقى عدد من أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وفدا من المعلمين من مختلف أنحاء الجمهورية في مقر المجالس التخصصية بمصر الجديدة.
واستمع أعضاء المجلس لمطالب المعلمين بهدف التعرف على مشاكلهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة التعليمية، حيث قدم المعلمون عددا من الاقتراحات والأفكار في هذا الشأن. من جانبهم وعد أعضاء المجلس الحضور من المعلمين بدراسة هذه المقترحات والعمل على تكرار هذه الجلسات بهدف تكوين رؤية واضحة عن حال المعلمين ومشكلاتهم ونقلها لرئيس الجمهورية. أعلن وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق فتح باب التقدم لطلاب المرحلة الثالثة وتسجيل رغبات بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول الثانوية العامة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية. وأضاف الوزير أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية سيكون بنسبة 50%، موضحا أن نتيجة الترشيحات سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لهذا العام. أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة التيار لجميع المناطق التي تأثرت بالانقطاع صباح اليوم في تمام الساعة 11 صباحا على الجهودين المتوسط والمنخفض. وأوضحت الوزارة أنه تم خروج أحد محولات محطة غرب القاهرة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، ما ترتب عليه بعض الانقطاعات في مناطق جنوب القاهرة وخط مترو الأنفاق الشهداء حلوان. ونشدت وزارتا البترول والكهرباء المواطنين بترشيد الاستهلاك بدرجة أكبر خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس الحالي للمساهمة في الالتزام بتوفير احتياجات المستهلكين.
عودة من جديد إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، وينضم إلينا عبر الهاتف للمزيد من المتابعة والتفاصيل الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل. دكتور علاء، بعد التحية، عقب انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الوطنية الفنية لسد النهضة لتلقي العرض الفني المعدل من المكتبين الاستشاريين الدوليين بخصوص سد النهضة الإثيوبي، ما هي أهم وأبرز الخطوات القادمة؟ هو مبدئيا الموعد المحدد للمكتبين ان هم يقدموا العرض الفني المعدل هو غدا بكره يوم 12 اغسطس. ده الاتفاق اللي تم الاجتماع الاخير بحضور وزراء المياه في الثلاث دول، وهو الموعد ان شاء الله غدا. نامل ان الشركتين يلتزموا بهذا الموعد، ولو العرض الفني المعدل وصل فعلا للثلاث دول بكره، خبراء الثلاث دول كل دولة لوحدها هتبتدي تدرس هذا العرض الفني المعدل وتدرس ملاحظاتها عليه تمهيدا لمناقشة هذه الملاحظات في اجتماع سيعقد في أديس أبابا يوم 20 و21 أغسطس. نعم، فيما يخص يعني هذا الاجتماع وهذه المفاوضات التي من المنتظر ان تتم في قبل نهاية اغسطس الجاري في أديس أبابا، توقعاتك لما ستسفر عنه هذه المفاوضات وهذه الاجتماعات في ظل وفي اطار المؤشرات والمعطيات الحالية والمطروحة على الطاولة ايضا؟ هو اهم حاجة ان المكتبين يلتزموا بالموعد بتاع بكرة يقدموا فيه العرض الفني المعدل طبقا للتوجيهات اللي كانت راح لهم بصوره رسميه. وهذا العرض الفني المعدل يعكس ان فيه شركتين، واحده نسبتها 70% والثانيه نسبتها 30% الالتزام بهذا الامر، ويبقى يحددوا كل دور كل مكتب ايه بالضبط والفريق الفني من كل من المكتبين. وعلى ضوء الكلام ده نقدر بقى نتكلم في التوقعات إن شاء الله في المرحلة لما تيجي هذه العروض أولا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح. أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وعددا من قياداتها وأعضائها المتهمين في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في القاهرة. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد، بالإضافة إلى تخريب المباني والأملاك العامة وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر. قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي حل 10 جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، منها 9 بالدقهلية وواحدة بالبحيرة. وصرحت والي بأن قرار الحل يأتي تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وأنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة له، كما أضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أنه يجري حاليا حصر أموال وممتلكات الجمعيات لإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين متخصصين للقيام بأعمال التصفية. أجلت محكمة غناية القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس إلى جلسة 15 من سبتمبر القادم. شملت اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة تهم من بينها ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن عقد دار الإفتاء لمؤتمرها الدولي بعنوان واقع الفتاوى وإشكالياتها وعلاجها يوم الاثنين القادم
يعتبر استمرارا لريادة مصر الدينية برعاية الأزهر الشريف. وأوضح علام أن المؤتمر سيعلن عن إنشاء أمانة عامة للإفتاء في العالم مقرها القاهرة، تبحث انعقاد لقاءات دورية للمفتين وتبادل الرؤى العلمية وإصدار كلمة واحدة بشأن القضايا التي تستحق إصدار فتوى موحدة بشأنها. ضبط الفتوى وتشكيل أمانة عامة للإفتاء في العالم مقرها القاهرة وتأسيس مركز للأقليات المسلمة أبرز أهداف المؤتمر العالمي الأول للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية الاثنين المقبل. نتبنى فكرة إنشاء مركز لفقه وفتاوى الأقليات على مستوى العالم يكون مقره هنا القاهرة وفي دار الإفتاء المصرية. أيضا هذا المؤتمر يهدف إلى جمع كلمة المفتين على كلمة سواء، من حيث إننا نريد إنشاء أمانة عامة لدور الإفتاء في العالم. فضيلة المفتي أكد أن دار الإفتاء تتبنى وسطية منهجية معتدلة تتصدى للتشدد وتواجه المرجعيات الدينية المتطرفة التي تكتوي بنارها الأمة الإسلامية. فنحن نهدف من هذا المؤتمر إلى إرجاع هذه المنهجية والمرجعية التي تقوم على الفهم الصحيح للدين الإسلامي، وتنبع هذه المرجعية من هنا من مصر، بلد العلم، بلد الأزهر الشريف، بلد التدين والسلوك الحضاري الفاهم الحقيقي للدين الإسلامي. المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 50 مفتيا وعالما سيصدر توصيات لحل فوضى الفتاوى، ويأمل المفتي أن يخرج المؤتمر بميثاق شرف لتنظيم الفتوى، معربا عن استعداد دار الإفتاء للتعاون مع القنوات الفضائية ومدها بالمتخصصين لضبط الفتوى. في عرض القضايا العامة سيكون هناك اجتماع دوري لهذه الأمانة، لأمانة دور الإفتاء. هي هنا سيختار أعضاء الأمانة، ثم هناك لجان فنية لهذه الأمانة سيتم التعامل من خلالها بالمفتين على مستوى العالم. فضيلة المفتي أشار إلى جهود دار الإفتاء الحالية والمستقبلية لضبط الفتوى، ومنها إصدار موسوعة الفتاوى بالإنجليزية في 5 مجلدات، وإعداد موسوعة التكفير التي تعنى بالرد على الأفكار المتطرفة، إضافة إلى إعداد فتاوى تخص المرأة والشباب والجيش والاقتصاد سيتم إصدارها قريبا. محمد أبو حمد، النيل. ونتحول إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث واصلت قوات المقاومة الشعبية تقدمها خلال الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي صالح في معركة تحرير مدينة أب بوسط البلاد، وذلك غداة سيطرتها على مدريات بعدان والطرق المؤدية لهذه المدينة. كما تتقدم القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي نحو العاصمة صنعاء التي باتت قوات الشرعية على بعد 100 كيلومتر فقط منها. تغير كبير في موازين القوى على الأرض في اليمن، وتراجع للحوثيين بقوة بعد التدخل المباشر لقوات التحالف العربي، حيث باتت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على بعد كيلومترات قليلة جنوب العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وذلك بعد أن سيطرت هذه القوات المدعومة من التحالف العربي على غالبية مناطق الجنوب. صنعاء التي باتت هدفا أساسيا لقوات الشرعية يرجح البعض إبرام اتفاق سياسي قبل أي معركة فيها، ويرجع مراقبون هذه الفرضية إلى رغبة الحوثيين في عدم دخول معركة من هذا النوع لتأمين العودة إلى قواعدهم الأساسية في الشمال، وذلك مع وجود خلافات مع حليفهم الأساسي الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبالتزامن مع استعدادات قوات الشرعية دخول صنعاء، تدور اشتباكات جنوب وشمال العاصمة بين المتمردين وقبائل موالية للحكومة، ما يوحي بإمكانية مواجهة الحوثيين للمزيد من المتاعب في الشمال بعد أن كانت المواجهات الرئيسية محصورة في الجنوب. وتأتي هذه التحركات في إطار سلسلة الإنجازات التي تحرزها القوات الموالية للشرعية بعد السيطرة على مدينة عدن كبرى مدن الجنوب في منتصف يوليو الماضي بدعم جوي وبري من قوات التحالف العربي.
كما نجحت قوات المقاومة الشعبية في طرد الحوثيين وحلفائهم من آخر المعاقل في محافظة أبين الجنوبية، كما باتت قوات الرئيس هادي تسيطر على محافظات الضالع ولحج التي توجد بها قاعدة العند الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية في اليمن، بينما لا تزال الشبوة هي المحافظة الوحيدة التي يسيطر عليها المتمردون في الجنوب. وصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي، وذلك عقب زيارته لصنعاء وعدن، واضحا أن الواقع بها مروع وظروف المعيشة مذرية. من جانبه أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أن العديد من وكالات المنظمة الدولية تقوم بدعم إنساني في اليمن، ودعا إلى حل الأزمة هناك بشكل سلمي. العديد من وكالات الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تقوم بدعم إنساني هنا في اليمن في جميع أنحاء البلاد لجميع الطوائف. قلت لجميع أطراف هذا الصراع إن الحل الأفضل لليمن ولشعب اليمن ومن أجل مستقبل اليمن هو إدراك جميع الأطراف أنه ليس هناك حل عسكريا، ويجب أن يكون هناك حوار سياسي من أجل حل الخلاف الدائم. أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي بدعوى مواجهة الفساد وتحسين الخدمة العامة. وقال رئيس البرلمان سليم الجابوري إن المجلس قدم أيضا ورقة إصلاح تهدف قرار المصادقة على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي وافق عليها بقراره المرقم 307 لسنة 2015 المتخذ بجلسته الاستثنائية في 9/9/2015 لتنفيذها وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة في 9/8/2015 لتنفيذها القوانين النافذة أزمة واحدة تصويت برفع الأيدي. فإن المجلس ومع الدول العربية وثيقة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء العراقي بمواصلة عملية الإصلاح، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية. بالإجماع ومن دون تردد وتحت ضغط الخوف من أن تكون وجهة المتظاهرين في الجمعة المقبلة صوب أسوار مجلسهم، أقر مجلس النواب العراقي الحزمة الأولى لقرارات الإصلاح التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مقدمتها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتبارها كما وصفها العبادي إحدى بوابات الفساد في العراق. عملية الإصلاح الحكومة الجديدة يمكن توظيفها في إطار الإصلاحات أو ورقة الإصلاح التي اعتمدت في بداية تشكيل الحكومة منذ أيلول 2014، وعلى ضوءها لابد أن تكون هناك تقارب. الحكومة سوف تقبل بهذه الورقة وببعض بنودها ومن ضمنها عملية إقالة لبعض القيادات الأمنية. من واجب مجلس النواب أن يقر هذه الإصلاحات لأن مطالب جماهيرية. وبالنظر لكون الحزمة الأولى من الإصلاحات لا تلبي جميع مطالب المحتجين، سارع مجلس النواب إلى إقرار حزمة مرادفة لحزمة العباد الإصلاحية تتضمن 16 بندا إصلاحيا، وصوت عليها أبرزها تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين وتقديم الوزراء الفاسدين إلى القضاء خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وترشيق الوزارات ودمجها مع بعضها الآخر. التقديرات تشير إلى أن هنالك يعني معطيات إيجابية ستشمل ليس فقط الجانب الاقتصادي والسياسي لكن حتى الجانب الاجتماعي. هنالك ارتياح في الشارع العراقي، هنالك اطمئنان
وإعادة الأمل في أن العملية السياسية الحالية يمكن أن تنتج شيئا يعتد به. وقد ترضي القرارات الجديدة أطرافا عديدة، لكنها تبقى منقوصة بنظر الكثيرين ممن يطالبون بسرعة تنفيذها وعدم جعلها مجرد حبر على ورق. وضع المفسدين ممن أهدروا المال العام لعشر سنوات مضت خلف القضبان ومساءلتهم تحت طائلة من أين لك هذا، قد يكون السبيل الأمثل لتهدئة المحتجين المصممين على النزول إلى ساحة التحرير الجمعة المقبلة. من بغداد، حيدر الأسدي، النيل. المزيد من المتابعة انضموا إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور فاضل البدران الكاتب والمحلل السياسي. دكتور فاضل، يعني قراءتك لإقرار البرلمان العراقي بالإجماع خطتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية؟ نعم، يعني بالتأكيد هي استجابة لمطالب الجماهير العراقية التي احتشدت منذ أسبوعين والتي هددت بمظاهرات ستكون قوية وشديدة في الأسبوع المقبل أو في الجمعة المقبلة. هذه الإصلاحات أو حزمة الإصلاحات الأولى للحكومة العراقية التي أعلنها رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي ووصلت اليوم إلى البرلمان. علمنا منذ يوم أمس من تصريحات رئيس البرلمان ومن بعض البرلمانيين أو رؤساء الكتل بأن هنالك قناعة تامة بإقرارها والتصويت عليها، ليس لقناعة برلمانية ولكن إذعانا لصوت الشعب الذي على في ساحات التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات. ولكن يعني بنفس الوقت أراد مجلس النواب أن يؤكد على جانب آخر ويثبت قوته ويثبت على أن له دور كبير في إجراء الإصلاح السياسي والإداري والخدماتي. هل برأيك تستطيع الحكومة تنفيذ هذه التعهدات أم أن هناك عواقب تمنع تنفيذها وهذا مجرد امتصاص لغضب المواطنين؟ لا، أنا أعتقد يعني إذا الجماهير توقفت عن مظاهراتها بالتأكيد سيتم تسويف هذه المطالب وسيكون هنالك عملية ذر الرماد في العيون. ولكن أنا أعتقد أن يقظة الشارع العراقي اليوم والذي منح السلطة والتفويض الكامل لرئيس الحكومة بضرورة إجراء الإصلاحات وإرسالها للبرلمان، وكانت أيضا هنالك أصوات شديدة اللهجة من قبل المتظاهرين للبرلمان بضرورة التصويت على الحزمة الأولى من الإصلاحات. على أي حال إذا تهاونت الجماهير فسيكون هنالك تهاون من قبل الحكومة والبرلمان، ولكن أنا باعتقادي أن الشعب اليوم امتلك زمام الأمور وصارت بيده، ولذلك يعني مجبر الحكومة والبرلمان بالتصويت وإجراء الإصلاحات وتقديم المفسدين والذين شاركوا بهدر المال العام إلى المحاكم القضائية. أشكرك دكتور فاضل بدران الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. ومشاهدينا بانوراما النيل لازالت متواصلة معكم وفيها أيضا بعد قليل توافق بين السعودية وروسيا على مواجهة داعش وتباين في الرؤى حول الأزمة السورية ومصير الأسد. نتحول الآن إلى متابعة أبرز أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع الزميل شهاب شعلان. إليك شهاب. شكرا أمل وشادي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: البنك المركزي المصري يثبت سعر بيع الدولار الأمريكي عند 7.73 جنيه وارتفاع نسبي لقيمة الجنيه في السوق السوداء. ثبت البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار في عطاء اليوم الثلاثاء عند مستوى 7.73 جنيه، في حين شهد سعر صرف العملة الأمريكية تراجعا نسبيا في السوق الموازية السوداء. وقال مسؤول مصرفي إن سعر الدولار استقر بالبنوك عند 7.78 جنيه و7.83 جنيه للبيع، فيما ارتفعت قيمة الجنيه نسبيا أمام الدولار في السوق السوداء ليسجل سعر الدولار 7.85 جنيه للشراء و7.87 جنيه للبيع. واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 68%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 22%، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى نحو 492 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 471.5 مليون جنيه. انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل وحضور ممثلي الجهات الإدارية المختصة من الفصل في 19 منازعة من منازعات الاستثمار من أصل 20 منازعة كانت معروضة عليها، حيث تم تأجيل المنازعة الأخيرة للعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل. يذكر أن اللجنة تجتمع بشكل دوري كل 15 يوما ويعرض عليها 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من جانب المستثمرين. وقع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بروتوكول منظومة المخلفات الزراعية بين الوزارة وشركة أوكوسيم إندستريال إيكولوجي إحدى شركات لافارج العالمية إيجيبت وشركة أوراسكوم بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة. وأوضح الوزير أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من 1 مليون طن من قش الأرز بدلا من حرقه، وأن الوزارة تفكر حاليا في مشروع كبير للمخلفات الزراعية سيشمل 29 مليون طن من المخلفات الزراعية. جاي أرفع، هيحصل تدرج في التخلص من المخلفات الزراعية طول السنة مش بس أثناء. أهم من كل ده أن بدل ما يبقى عندي ده كملوث يبقى مصدر لزيادة الدخل ومصدر للعمالة. الاقتصاد الدائري هو أحد الركائز المنتظرة من تنفيذ. طالب خبراء الاقتصاد بعمل تصور متكامل لجميع المشروعات المزمع إقامتها في محور تنمية قناة السويس وتصنيفها، وآخرون بضرورة عمل برنامج متكامل للترويج دوليا للمشروع الإمارات. قرب الإعلان عن المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، طلب خبراء الاقتصاد بضرورة تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولي للاستثمار في هذا المشروع وتعظيم العائد من التغطية الإعلامية لافتتاح قناة السويس الجديدة. الترويج الخارجي يتم من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنفيذ حملات دولية وخطط للترويج لذلك المشروع دوليا. هناك جهات مصرية بدأت بالفعل عن إعلان خطط للترويج لذلك المشروع دوليا، منها الاتحاد العام للغرف التجارية الذي أعلن عن تنفيذ خطة بالمشاركة مع نظرائه بدول أخرى.
البعض طالب بضرورة إعداد تصور متكامل عن المحور وفرص الاستثمار المتاحة به والمشاريع المزمع إقامتها عليه، على أن يتم تعديل هذا التصور على حسب اهتمامات كل دولة لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية. الحكومة مع المكتب الاستشاري العالمي قامت بإعداد دراسات جدوى، لكن هذه الدراسات هي عادة بتكون دراسات مبدئية، بمعنى أن عند عملية الطرح أنت بتحط الهيدلاينز المين ايتمز بتاعتها، العناصر الأساسية بتاعتها، طبعا كل ده بيبقى مبدئي، لكن الدور الأساسي على المستثمر أو الشركة أو الجهة أو الدولة التي ستقوم بالاستثمار، هي اللي بتكمل دراسات الجدوى وبتتأكد منها، بتعلن رغبتها في المشروع. ومن المتوقع أن يشمل مشروع محور تنمية قناة السويس أكثر من 40 مشروعا في كافة المجالات، بداية من مشروعات تتعلق بصيانة السفن ومراكز لوجستية وصناعات بتروكيماوية، فضلا عن مشروعات تتعلق بالاستزراع السمكي، ليصبح المشروع نقلة هامة ليست لمصر فقط وإنما لجميع دول العالم. أشرف إبراهيم، النيل. في أسواق البترول العالمية تراجع سعر النفط 4% اليوم بعد أن خفضت الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم قيمة عملتها، ما أثار الشكوك بشأن الطلب، في حين أظهرت توقعات جديدة أن المنتجين غير الأعضاء في أوبك أقدروا مما كان متوقعا على مواصلة ضخ كميات كبيرة رغم تدني الأسعار. يأتي هذا فيما توقع البنك الدولي ترميل النفط بنحو 10 دولارات عام 2016 نتيجة لرفع العقوبات عن إيران. وجاء في تقرير للبنك الدولي أن العودة الكاملة لطهران إلى السوق العالمية سيضيف نحو 1,000,000 برميل يوميا إليها، متوقعا أن تزيد الصادرات النفطية الإيرانية بنحو 17 مليار دولار. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن البانوراما ما زالت مستمرة مع شادي شاش وأمل نعمان. شكراً لك شهاب. وهذا تذكير بأهم ما ورد في النشرة من أنباء حتى الآن. محلب يزور المنيا وقنا لتفقد مشروع 1,000,000 فدان، ويؤكد أن الحكومة سترفع تقريرا للرئيس عن الإنجازات في المشروع. قوات هادي تواصل زحفها نحو صنعاء وتسيطر على مناطق في إب، وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية في اليمن. بعد إقرار البرلمان العراقي لخطته للإصلاح، العبادي يقول إنه سيمضي قدما في محاربة الفساد مستندا إلى الشعب. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن موقف بلاده من الصراع الدائر في سوريا لم يتغير، وإنه لا مكان لرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا. تصريحات الجبير جاءت روسي سيرجي لافرو موقف بلاده والمملكة العربية السعودية على ضرورة تضافر الجهود من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي. لقاء جديد قد يبشر بتقارب بين السعودية وروسيا وسط حالة من النفور الدبلوماسي شبه المعلن بينهما، على خلفية الاختلاف أو حتى التناقض في وجهات النظر في القضية السورية، ودعم روسيا المعلن للرئيس السوري بشار الأسد الذي السعودية عادل جبير أخذ بزمام المبادرة، والتقى نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. تحسنت علاقتنا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ونؤكد على أهمية الزيارة التي قام بها وزير الدفاع محمد بن سلمان للاتحاد الروسي ومحادثاته مع الرئيس بوتين في سان بطرسبرغ. وعن الملف السوري، أكد لافروف توافق موسكو والرياض على ضرورة تضافر الجهود من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المنظمات الإرهابية التي لا تمثل مصدرا للخطر على البلدين فقط ولكن للعالم أجمع.
ناقشنا خلال الاجتماع الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تسوية النزاع في سوريا والتركيز على الأوضاع في ليبيا واليمن والعراق. لافاروف أشار أيضا إلى أن أغلب المواقف السعودية الروسية متطابقة رغم وجود بعض الخلافات بينهما بشأن إعلان جنيف، مؤكدا على أن البلدين اتفقا على ضرورة مواصلة الجهود فيما يتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها من أجل خلق الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة. اجتماع لافاروف والجوبير تطرق أيضا لملف الأوضاع في اليمن حيث شدد على ضرورة وقف القتال هناك، وقال لافاروف أنه تم إطلاع السعودية على الاتصالات التي أجرتها موسكو مع ممثلي الفصائل اليمنية بهدف دعم مبادرة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل مواصلة العمل. أكد وزير خارجية السعودية المجالات حتى تتماشى مع حجم اقتصاد البلدين. نعتقد أن العلاقات وبالذات العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تتماشى مع حجم اقتصاد البلدين أو مكانتهم في العالم، ولذلك اتخذ القرار من قبل البلدين لتعزيز النية أو العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية أو غيرها. العربي الإسرائيلي لم يغب بطبيعة الحال عن الاجتماع حيث ناقش الوزيران سبل إخراج تسوية لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد لافاروف دعم بلاده للمبادرة العربية للسلام التي طرحتها السعودية عام 2002 وضرورة إشراك الجامعة العربية في جهود رباعية دولية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة السورية وعناصر تنظيم داعش حقلي شاعر وجزل بريف حمص في محاولة من التنظيم للسيطرة على المناطق النفطية. ومن ناحية أخرى أسفرت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمالية البلاد أسفرت عن سقوط 53 وجريح. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طيران النظام السوري قصف مستشفى ميدانيا بريف إدلب شمال غرب البلاد، كما قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية الحامدية جنوب مدينة معارة النعمان. أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه قد يخفض من قيمة مساعداته للاجئين السوريين بسبب قلة الموارد، مؤكدا أن المشكلة تكمن في الزيادة في الاحتياجات والتبرعات. وطالبت المدير التنفيذي للبرنامج إيرثارين كوزون خلال زيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين النازحين السوريين، وأعلنت أن حوالي 200 ألف لاجئ سيحصلون على إعانات غذائية بقيمة 14 دولار فقط شهريا، إلا أنها قد تتوقف بعد شهر نوفمبر القادم. انطلقت في جنيف جولة جديدة من الحوار الوطني بين أطراف النزاع الليبي برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينيو ليون. وقال ليون أن جميع الأطراف مشاركون في هذه الجولة دون استثناء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستدعو الأطراف للعمل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة وحتى نهاية أغسطس بهدف توقيع الاتفاق النهائي في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم. وقبل أن الأمم المتحدة سير العملية السياسية في ليبيا غير بين المتحدة